الكعبة الشريفة هي بيت الله سبحانه وتعالى وأقدس مكان على الأرض، وكل مسجد في الأرض دونها في الأهمية، حتى كأن جميع المساجد ترجع في قداستها إلى ذلك البيت، وهي قبلة المسلمين التي يتوجهون إليها في صلاتهم. في كل عام من شهر ذي القعدة يتجه ملايين المسلمين إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج، وذلك لأنه من الفرائض المهمة في الإسلام، فمن تركه متعمدا كان على حد الكفر، وبسبب ما فيه من مشقات ونفقات وجب مرة في العمر، وهو من أعظم المواسم العبادية لما يحصل فيه من حشد كبير وعظيم، حيث تترتب عليه الفوائد الجمة والمنافع الكبيرة. المضمون الروحي للحج: لا بد للعبادة أن تكون غنية بالمضمون الروحي، لأن الهدف الأساس في تشريعها أن تساهم في معرفة الله تعالى وتقوية علاقة الإنسان به، وإذا ظهر ذلك قويا في الصلاة والصوم فإن ظهوره في فريضة الحج لا يقل قوة، فإن فيه ترحل إلى الله بكل ما في كلمة الرحيل من معنى، فأنت تهاجر من موطنك تاركا أهلك ومالك وجاهك وحتى ثيابك، وتأتي ربك في بيته لتؤكد على وحدانيته وعلى الخضوع له بكل ما للخضوع من معنى، والتجرد من الدنيا بخلع الثياب التي ترمز إلى الدنيا وبهارجها، وحرمان النفس ألوان الملذات، والتنقل من منسك إلى منسك، في جميع ذلك توكيد على الارتباط بالله ووحدانيته. ذكر الحبيب لا يفارق شفتيك، تلبية بليغة خالصة، تلهج دائما باسمه وجسدك يجول في الأماكن التي يحبها. المضمون الأخلاقي للحج: إن جوهر الفعل الأخلاقي يتحدد في قهر الرغبة الانفعالية والأهواء النفسية، وجماع ذلك في المحبة والصبر والتواضع. فريضة الحج تساعد المؤمن على الالتزام بهذه القيم، وذلك أن معاشرة الحاج لإخوانه وعيشه معهم في السفر والإقامة والنوم والطعام والجوع والتعب ومحادثته لهم تجعله أكثر ألفة ومودة للناس، وأن الخروج من موقع جاهه وبهارج حياته وعز سلطانه وأنصاره وعشيرته وأمواله يميت فيه نوازع التكبر، فهو ضروري في كل خطوة يخطوها الحاج، لأنه ينتقل من عناء إلى عناء ومن مشكلة إلى أخرى، ومعالجتها تفرض عليه أن يتمتع بأعلى درجات الصبر، فلا عجب أن يرجع الحاج بروحية جديدة تمده بالقدرة على الاستمرار في سلوك أخلاقي جديد.